لحظة لحظة، أقول لك يا أخي، عبد قبل جاء الحفيظ، عبد الإسلام الحفيظ، جاءنا المسيحيين. عبد اسمع الحفيظ، يا أخي، لا، إذا تستمر بهذه الهمجية ما أكمل معك. أنا أريد أن أكلمك، إذا تريد نستمع لبعض تتركك من هذا. لا لا لا، أكلمك تسمعني وتتكلم وأنا أسمعك، عرفت كيف؟ مرحبا مرحبا طيب مرحبا، الآن أنا تفضل. أسألك يا عبد الحفيظ، كيف دخل المغرب الإسلام؟ شو عمل الصحابة فيهم؟ انا نجاوبك. ما اعرفش باش ناديك يا اخي. انا لا استطيع ناديك باسم محمد يا رجل. اسمع يا رجل، قبل الاسلام جاونا المسيحيين، هم الاولين، شفاره وقماره وغدارين. بعدهم جاء الاسلام. الاسلام جاب الإسلام لما العزه إجا شو والنصر. عمل فيكم؟ اسمع، الاسلام جاب العزه والنصر والاحترام. لا، المراه، غلط والمراه غلط كمراه، غلط، انتم ما ليس تقولوا الا غلط، تعرف دياته، ليش؟ تمارسون تعرف ليش؟ الدياته شو وقتل قلت لك أنا؟ النساء، شو وانتم لا قلت لك أنا؟ تغسلون شو قلت لك أنا؟ عبد عورتكم. الحفيظ، الانسان شو قلت لك؟ قلت لك الاسلام الهمجية في النظافه، الحوار ما الاسلام بحبها. الايمان. انتم أحب ليس إنه لكم نتكلم نظافه مع ولا بعض ايمان ولا ونسمع اخلاق. بعض. ما أحب إنه اثنيناتنا نتكلم، أنا أقول لك شو صار معكم. الصحابة لما إجوا لهذه البلدان، أول ما شافوا نسوان المغاربة ونسوان ولو الأمازيغ، كان اسكت شوية في لما زمن أنا عمر أتكلم. يا لحظة عبد الحفيظ، خليني أتكلم وأعطيك فرصة. طيب، لا لا تقاطع. الصحابة لما إجوا إلى هذه البلدان شافوا النساء المغاربة، طبعا نساء المغاربة من أجمل النسوان، جمال إيش وجسم إيش وعيون إيش و حلاوة إيش ولطافة إيش، من أجمل نساء الكون، عرفت كيف؟ المغاربة من أجمل النسوان. فالصحابة طبعا تاركين عبد الجبار هناك بالجزيرة العربية، عرفت؟ أيوة عبد الجبار تحتني يا هذا. ديوت، لا تحتني. شو قلت لك؟ إذا ظليت تقاطعني أبحث راح يا أنزلك. ديوت، هذا الكلام ديال الديوتين. إذا ظليت تقاطع راح أنزلك. إذا بدك تصير عندك فرصة الديات، تتكلم أنت لا تتكلم في ديننا ونحن مسلمون يا ديوتي. خلاص. الآن ببساطة شديدة أنا أقول لك شو صار يا عبد الحفيظ. أطلب قيس عشان أعطيك القيس مرة ثانية بعد ما أخلص كلامي. الصحابة شافوا نسوان المغاربة، وبعدين تذكروا عبد الجبار اللي موجود في الجزيرة العربية، قالوا لا نجوت إن نجا، فقتلوا الرياجيل وسبوا النسوان. وطبعا الصحابة كانوا يموتوا في النسوان. نفس الكلام، انت ليش تعتقد انهم استطاعوا ان يفتحوا في بلاد فارس؟ اول ما شافوا نساء الفرس قالوا يما 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 يما، شو هذولا ولا شنو هاي؟ فقالوا لهم، قالوا له انتم بتحبون النسوان؟ قال اوه والله اموت عليهم، عرفت كيف؟ راحوا دمروا بلاد فارس، قتلوا مئات الالاف من البشر وجابوا نسوانهم. دخلوا الشام، شافوا نسوان الشوام، يما 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 يما، تحبون النسوان؟ قالوا اموت عليهم. قتلوا الرياجيل، دمروا واخذوا نسوان الشام. دخلوا على مصر، يما 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 يما، شافوا لا مصر مش كثير، الناس مبهدلين يعني. دخلوا اكثر، دخلوا شافوا نسوان المغاربة، شافوا نسوان المغاربة، يما 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 يما، تحبون النسوان؟ قال اوه اموت عليهم، عرفت كيف؟ فشافوا قالوا تعالوا احنا نريد ندخلكم الاسلام. قالوا شو دخلونا الاسلام يا عمي؟ احنا لا بدنا لا اسلام ولا عبد السلام. قال ما هو لا، مو كيف اهلك، لكان هذول النسوان يبقوا معاكم انتم الكفار، لا نجوت ان نجوت، لا نجوت ان نجا هؤلاء الكفار. طاخ طيخ طاخ طيخ، قتلوا مئات الالاف من الرجال، جابوا بناتهم ونسوانهم، جابوهم وباعوهم، اعطوهم للصحابه ولاولاد الصحابه ولأحفاد الصحابة الفاتحين الكرام، عرفت كيف؟ وبعد ذلك باعوا مئات الآلاف من المغربيات. احنا الآن لو تعمل دي ان اي في النسوان العربيات الجمال، ها يطلعوا ثلاثة ارباعهم مغاربة على فكرة، امازيغ. احنا الآن لو تجي تعمل لنا تحليل دي ان اي، ثلاثة ارباع النسوان عندنا راح يطلعوا، يعني هذول اللي عندهم جمال وكذا راح يطلعوا مغاربة. احنا كان عندنا نساء حلوات الشوام، ها،
وعندنا المغاربه، ولا منين عندنا احنا نسمع؟ كل عبد الجبار وعبد السميع وعبد العليم وعبد الحفيظ، ما تفرقت، كل وعبد الجبار معاك في البيت، كان يطلع من بين الف وحده وحده واثنين هكذا، يعني ما تعرف كيف نجا، يعني نجوا هذولا من بهدلت النفس هذه، عرفت كيف؟ والله هم لا جماعه هذه، انا راضين بقسمتنا، شو نسوي؟ عرفت كيف؟ فلما اجت المغاربه، لا والله اجت المغاربه حد عدل النسل، عدل النسل العربي، ومثل ما يقول الشاعر الفلتة، وين العرب وين؟ وين الملايين؟ اجت المغاربة وعدلت النسل، فشوية صار عندنا تعديل بالنسل من الفرس، شوية من الشوام، شوية من المغاربة، وشوية من بنات بني الأصفر صراحة. فالحمد لله على نعمة الجهاد وعلى نعمة الإسلام، وإلا اليوم كلنا كنا الآن كلنا جازين في وجوه عبد الجبار، شفت المصيبة؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام. أنا كرجل مسلم ليس لي إلا أن أقول الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الفتوحات الإسلامية ونعمة الغزوات الإسلامية. طيب يعني انت قصدك استاذ بالله عليك، محمد زي الولد اللي كان بيسال امه بيقول لها يا اما انا ليه ابيض واخويا اسود، ابيض قوي واخويا اسود قوي؟ قالت له يا ابني لو كنا اتكلنا على ابوك لكنا كنا ابيض ولا اسود. هو مع الأسف هو كذا، كنا على عبد الجبار لكنا جبنا عادل، نبقى في نفس المصيبة. وبعد حل لي انت هذه الإشكالية. الحمد لله.